من جديد أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، ونجدد الترحيب بضيفنا النائب الدكتور عادل الدمخي. دكتور عادل، نبي نبدأ من لجنة شؤون البيئة، شنو صار داخل هذه اللجنة حول التحقيق بمشكلة نفوق الأسماك؟ أول شيء أنا شاكر لكم على الاستضافة. لجنة شؤون البيئة تأسست الجلسة الأخيرة، كانت اجتهاد الحمد لله عز وجل طلب مني. وبعد يعني ما طلبنا تشكيل، يعني طبعا طلبت انا اللجنه، وكان الاخوان كلهم جزاهم الله خير بادروا ويدعموننا، وتشكلت اللجنه برئاستي ومقرر عبد الله فهاد وعضويه الدكتور عبد الكريم الكندري. بعد اللجنة على طول صارت سالفة نفوق الأسماك، يعني ما كانت مشكلة لموضوع نفوق الأسماك؟ لا ما كانت مشكلة، هي بعد شكلت ثم ظهرت قضية نفوق الأسماك اليوم اللي بعدها، وأظن الخميس اللي بعد صار الحديث والتركيز على نفوق الأسماك. نفوق الأسماك ولازم تتشكل فيها لجنة تحقيق، وهذا احنا بادرنا أن نطلب من مجلس الأمة تكليف اللجنة بالتحقيق في قضية نفوق الأسماك. وكذلك بادرنا دعينا الهيئة العامة للبيئة نستمع منهم عن عموم تلوث البيئة البحرية وعن خصوص قضية نفوق الأسماك. شنو كان ردودهم؟ الهيئة العامة للبيئة عندها دراسة معدة، وهذه الدراسة تكلموا فيها عن يعني المشكلة قبل النفوق، يعني مشكلة التلوث البيئة البحرية قبل النفوق، وحملوا أكثر من جهة مسؤوليتها، مثل وزارة الأشغال، مثل وزارة الصحة، مثل وزارة الكهرباء والماء، مثل الهيئة العامة للصناعة، ففي أكثر من سبب. سنستدعي هذه الجهات كذلك ونستمع منها ونحقق في القضية بتحميل مسؤولية وعلاج، يعني يهمنا احنا العلاج في هذه القضايا. توفير البيئة البحرية المناسبة مهم جدا لأهل الكويت. الماء هذا هو الماء اللي نستخدمه بالضبط، هذا السؤال، يعني هي مو مسألة فقط نفوق الأسماك، أيضا المياه المعالجة، مياه الصرف الصحي اللي قاعد تكون في الجون وغيره. هو في الحقيقة ما في مياه صرف، ما يعني في ناس ماخذة مجارير الصرف الصحي، ما في مجارير الصرف الصحي الأمطار اللي هي تصريف الأمطار تصرف الجون، لكن في مجارير الأمطار. مجارير الأمطار هذه تستخدم أحيانا استخدام خاطئ ويصرف فيها الصرف الصحي. هني تبدأ المسؤولية على كل جهة ورقابتها على المصاري المجارير اللي تحتها. يعني سنحقق مع هذه الجهات بإذن الله عز وجل، وسنستمر في كذلك مع الجمعيات المدنية والناشطين المدنيين في اللقاء بهم، وبإذن الله عز وجل سيكون هناك يعني دعم ودعوة لعلاج والحفاظ على البيئة البحرية. دكتور عادل الدمخي، لأول مرة يتم إقرار ميزانية المشاريع الإنشائية قبل الميزانية العامة، ما السبب؟ وهذا عملنا في لجنة الميزانيات، أنا عضو فيها، والحقيقة السنة فعلا يعني قدمنا المشاريع وقيمة المشاريع وقرارها، المشاريع الرأسمالية الباب الثالث قبل قرار الميزانية. لماذا؟ حتى لا يقال مجلس الأمة يأخر فكرة. الحقيقة جت في لجنة ميزانيات والأخوان في المكتب الفني اللي هم مشكورين، الحقيقة الشباب في المكتب الفني شباب مميز جدا في لجنة الميزانيات، وكانت هذه الفكرة أن نقر مبالغ المشروعات الرأسمالية قبل الميزانية، حتى لا يقال أنه والله دائما لجنة ميزانيات هي تأخر مشاريع الدولة. لا، الآن الكرة في ملعب الوزارات، ملعب الحكومة، المبالغ أقرت والمشاريع يجب أن تعجلوا بها. نعم، وبالنسبة لتقارير ديوان المحاسبة على الحسابات الختامية والميزانيات، إلى أي مدى تشكل هذه التقارير تفعيلا لدوركم الرقابي والمحاسبي على الجهات الحكومية؟
هو الحقيقة تقارير ديوان المحاسبة هي العصب الرئيسي في محاسبة الجهات وملاحظة هذه الجهات ومدى تطبيقها للميزانية المقدرة في السنة السابقة. الحساب الختامي هو ترى مدى تطبيق الجهة للميزانية المقدرة، هل كانت متطابقة غير متطابقة، ما هو الخلل. اعتمادنا الكلي والعصب الرئيسي الحقيقة على ديوان المحاسبة، تقارير ديوان المحاسبة وتقارير كذلك اللي هي جهة الرقابة المالية، المراقبين الماليين ديوان. الجهة الرقابة المسبقة هذه وكذلك على ديوان الخدمة المدنية، ديوان الخدمة المدنية في مدى التزام الجهة بالتوظف. كل هؤلاء الثلاثة، ديوان المحاسبة مع المراقبين الماليين مع ديوان الخدمة المالية مع وزارة المالية طبعا تكون حاضرة دائما، ومن هذه الجهات يكون تقرير المكتب الفني في لجنة الميزانيات، والإخوان المكتب الفني كذلك لهم ملاحظاتهم المعتمدة على التقارير السابقة، تقاريرهم السابقة في السنوات السابقة. فالمجموع هذا هو الرقابة على الحساب الختامي ومحاسبة هذه الجهة. شنو أبرز ملاحظاتكم على ردود الجهات الحكومية عندما تناقشون معهم الحسابات الختامية والميزانيات أيضا؟ أبرز الملاحظات عادة تكون في يعني مدى يعني وصف الجهة، هل هي فعلا جهة مستقلة تستحق ميزانية مستقلة ولا هي جهة تابعة مثلا، هذه تكون هذا. عندك ملاحظة تطابق بعض الجهات، هذه لها ميزانية وهذه لها ميزانية، وهي كلها جهات متطابقة في نفس الفعل مضمون ونفس الأوصاف. عندك المكاتب التدقيق الداخلي بعد قرار مجلس الوزراء في 2016 كان هناك دعوة إلى كل جهة يكون عندها مكتب تدقيق داخلي يتبع أعلى يعني مرتبة أو أعلى صفة في الجهة، مثلا الوزير والرئيس هذه الجهة ومدير هذه الجهة حسب. فدائما نركز على تفعيل المكاتب التدقيق الداخلي اللي هي غالبا غير مفعلة. طبعا هذه النقاط يعني الرئيسية، مع طبعا النقاط اللي قلتها قبل قليل انه لا نركز على الحساب الختامي ومدى تطابق الحساب الختامي مع تقدير الميزانية. نعم. نائب عادل الدمخي، انت طبعا في لجنة حقوق الانسان رئيس اللجنة. رئيس اللجنة. هذه اللجنة انت قدمتوا، انت مع اعضاء اللجنة قدمتوا اقتراح بقانون لجعل هذه اللجنة لجنة دائمة، وهذا الاقتراح بصفة الاستعجال. ما السبب وراء هذا الاقتراح؟ طبعا السبب واضح رئيسي، يعني ما يمكن تتخيل مجلس أمة دون وجود لجنة حقوق إنسان. مو هي موجودة الآن؟ لا، هي لجنة مؤقتة، يعني ممكن يأتي مجلس مثل لجنة البدون ولا لجنة حماية البيئة وغيرها، لجان مؤقتة، ممكن يأتي مجلس يغفل عن هذه اللجنة وما يكون هناك من يهتم بمثلا دور حقوق الإنسان. تدري اللجان المؤقتة بناء على طلب الأعضاء، طلب الأعضاء هم في تشكيل هذه اللجان. بالتالي يعتقد لجنة حقوق الإنسان يجب أن تكون دائمة، دولة نحن تعتبر دولة إنسانية واسمه الأمير هو أمير الإنسانية، فالمفروض أن يكون هناك لجنة دائمة لحقوق الإنسان. لذلك بادرنا إلى أن تكون دائمة وتأخذ صفة الاستعجال، وإن شاء الله كذلك إخوان في اللجنة التشريعية وكذا ندعوهم إلى أن يعجلون في هذا المطلب الحقيقة، لأن ما يمكن أن تكون يعني لجنة حقوق الإنسان لجنة مؤقتة تعتمد على إرادة الأعضاء. يعني بتوا في المقترح ولا للحين ما وصلهم لجنة تشريعية؟ وصل لجنة تشريعية. وصل؟ إيه وصل. زين صوتوا عليه؟ ما أدري عاد هم إن يعني صار عليه تصويت أم لا، ما تابعت الموضوع. نعم. إحنا راح نكمل حوارنا وياك النائب دكتور عادل الدمخي لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود لكم. من جديد أهلا بكم مشاهدينا، ونجدد الترحيب بالنائب الدكتور عادل الدمخي.
نائب عادل الدمخي، ماذا تم بخصوص لجنة التحقيق باختفاء الحاويات؟ طبعا في لجنة تحقيق اختفاء الحاويات استدعينا كل الجهات المتعلقة بهذا الاختفاء، مؤسسة الموانئ، الجمارك، الداخلية، كان يعني حتى مجلس الوزراء واللجنة المختصة في مجلس الوزراء والمسؤولين عنها، استدعينا كل الجهات. تدري لجان تحقيق دائما تكون سرية، يعني ما نتكلم في موضوعها، لكن سيخرج التقرير قريبا يعني بإذن الله عز وجل، سيكون التقرير واضح شامل في كل ما يتعلق باختفاء الحاويات. دائما نقصد من لجان التحقيق، نقصد من كذلك يعني لجان المؤقتة واللجان دائما هو الإصلاح. لجان تحقيق خاصة هي لإصلاح الخلل، وليست لتتبع الأشخاص ولا نريد رأس فلان ولا لا، هو الحقيقة لإصلاح خلل موجود خاصة فيما يتعلق اليوم في الجمرك، إدارة الجمارك. وإدارة الجمارك يعني اليوم مهمة للبلد، يعني من خلالها هذه الإدارة ما يدخل وما يخرج من البلد يتعلق بإدارة الجمارك، فالموضوع مهم جدا. هذه حاويات، حاويات ضخمة قد تحمل أشياء خطيرة تهم أمن البلد، تهم الناحية الاجتماعية في البلد وغيرها. فكان الموضوع والأساس في عملنا هو أين الخلل وكيف نصلح هذا الخلل، وتحميل كل جهة مسؤوليتها في إصلاح هذا الخلل. في وقت محدد يعني أو مدة معينة لانتهاء التقرير؟ هو خلاص يعني احنا أخذنا تمديد لهذه اللجنة 2 أو 3 شهور، وسننتهي من التقرير قريبا. شنو أبرز ما يعرض عليكم في، أنت عضو في لجنة الشكاوى والعرائض كذلك، نعم، أبرز ما يعرض عليكم في هذه اللجنة من المواطنين، وكيف يتم التعامل مع ما يعرض عليكم في هذه اللجنة؟ لجنة العرائض والشكاوى، الحقيقة الأخوان مشكورين في هذه اللجنة وكل اللجان اللي عمل فيها الصراحة، يعني ناس تشتغل يعني بضمير الحمد لله عز وجل، الناس تداوم دائما، يعني أعضاء اللجان غالبا يعني ما يتغيبون. أنا ما أذكر في لجنة من اللجان لم تعقد، دائما اللجان تعقد ويكتمل فيها النصاب، وهذا مهم جدا. يعني ما حضرنا ولا لجنة لم يكتمل فيها النصاب وأجلت لعدم اكتمال النصاب فضل الله سبحانه وتعالى. لجنة الأعراض والشكاوي جزاهم الله خير خلوا كل أسبوع يوم الخميس لتلقي يعني لعلاج الأعراض والشكاوي المعروضة على اللجنة. اشترطوا في لما يستدعون الجهة يأتي الوزير أو الوكيل المختص، فما يكون أقل من هذا حتى يكون هناك جدية، فيأتي الشاكي ويكون مقابل الجهة المواطن الشاكي يأتي باللجنة؟ يأتي باللجنة طبعا، نستدعيهم الشاكين كل أسبوع، نحدد جهة مثلا هذا الأسبوع حددنا وزارة الشؤون، وزارة الشؤون مثلا معها الهيئة القوى العاملة مثلا، فنأتي بالشاكين أمام أما الوزيرة أو الوكيل ويجيب بكل شفافية. دائما نحاول ننهي الأمور بودية، يعني تنحل المشكلة وإحنا حاضرين، وإلا يصير إلزام. أحيانا يتطور الأمر إلى إصدار قانون، إصدار قانون في موضوع معين، شكوى تحتاج مو بس علاج الحالة هذه، لا في يمكن حالات مشابهة. ومن يصدر القانون؟ اللجنة نفسها الشكاوى العراض؟ اللجنة تعرض والشكاوي من اللجان الفريدة أنها تقدر تصدر يعني قوانين، تقدم قوانين للمجلس، يعني للمجلس مباشرة. هي طبعا من اللجنة، هي كلجنة تعرض والشكاوي، وهذه حكمة الحقيقة المشرع، لأنك أنت تستقبل مشكلات المواطنين، بالتالي أنت بعد هذه المشكلات راح تشوف هناك أحيانا حلول تحتاج إلى تشريع، فهذا التشريع قصور في بعض التشريعات. اي نعم، فيصدر من اللجنة.
عندك تصور نائب عدد دمخي في معالجة التركيبة السكانية أيضا، وما هو الدور المطلوب من ديوان الخدمة المدنية لتوظيف الكويتيين وكذلك تقليص أعداد الانتظار الموجودة في ديوان الخدمة المدنية؟ أضرب مثال بالنسبة لتوظيف الكويتيين في توظيف الوافدين في الحكومة. نعم. 94,000 وافد، 17,000 منهم وظائف يعني ما نستطيع نستغني عنها. قريب 70,000 وظائف تستطيع الاستغناء عنها. توظيف الكويتيين مكانهم. إحلال الكويتيين مكانهم. يعني ما في عمل لإحلال الكويتيين في الجانب الحكومي. يعني 70,000 أنت تنهي المشكلة أصلاً، إذا كان في مشكلة كبيرة وكذا تستطيع تحلها، خاصة الوظائف اللي تحتاج يعني مثلا دبلوم، تحتاج ثانوي، تحتاج تستطيع إحلال فيها السكرتارية وغيرها. شوف الوزارات تدخل أكثرهم غير كويتيين. فبالتالي اليوم أعتقد المسؤول مسؤولية مباشرة عن الإحلال وعن التركيبة السكانية هي هذه الحكومة. احنا علينا دور رقابي في الموضوع، لكن يبقى الأعداد الهائلة هذه يعني ما يمكن تستمر بهذه الصورة. هناك عقود كبيرة جدا، عقود حكومية وتتحول بعدين إلى عقود قطاع خاص، عقود شركات كبيرة مثل النظافة وغيرها وبعدين تتحول إلى مصدر آخر. كل هذا مصبات، يعني إذا الحكومة أرادت فعلا تعالج المشكلة تشوف مصبات هذا الوافدين وتركيبة السكانية وين الخلل موجود وتقطع هذا يعني الخلل أو هذا السبيل لهذا الخلل. لكن أنا قلت لك يعني القضية، أنا طالب في الجامعة وكنا نسمع عن مشكلة التركيبة السكانية وكبرنا وهذا وصرنا أعضاء مجلس أمة ومشكلة التركيبة، ما في جدية في حلها ولا هناك نية يعني فعلا في حلها. وللأسف نترك المجال للخطأ على الآخرين وكلامنا يصير. أنا ضد أي إساءة عنصرية ضد أي إنسان موجود بيننا الآن في وضع قانوني، يجب أن نعامله معاملة محترمة بكل كرامة. نعم. لكن إحنا يجب أن نعالج مشكلة. المشكلة ليست في الموجودين، مشكلة في من هو مسؤول عن تطبيق القانون. نعم. نائب عادل الدمخي، يتردد أن نسب القبول في الجامعة والتطبيق كذلك سيتم رفعها وذلك بسبب عدم قدرة المؤسسات التعليمية على استيعاب خريجي أو هذا العدد من خريجي الثانوية، أنت رأيك بهالكلام؟ فعلاً يعني المؤسسات عندنا غير قادرة على استيعاب هذا العدد عشان شيء يرفعون النسب؟ قانون الجامعات الحكومية لم يخرج حتى الآن. المفروض إحنا أذكر في 2012 جامعة جابر والكلام، وتكلمنا عن جامعة جابر وإنها تبدأ وتأسس وهذا، وللأسف يعني ما في هناك نية يعني فعلا لتطبيق يعني هذه القوانين والتوسع في عمل الجامعات. يعني اليوم العالم يتطور من خلال مؤسسات تعليمية، كلما زادت هذه المؤسسات يعني كلما كانت هناك فعلا جهات تعليمية متنوعة، كلما كان هناك تطور وكان رقي وكان في سبيل لاحتواء يعني منظومة التخرج اللي تزداد كل سنة. مسألة انك تزيد النسبة تحد من القبول في الجامعات وبعدين تنفق أموال على الجامعات الخاصة في البعثات الداخلية، وهذا شيء طيب يعني ما نقول، لكن مفروض هناك جامعات تستوعب الطلبة وتستوعب كذلك الدكاترة اللي عندنا اليوم، كذا كم كبير من دكاترة والمدرسين وكذا. فأعتقد المشكلة في زيادة النسب لن تحل المشكلة. زيادة النسب لن تحل المشكلة. ممكن ترفع شوي من الإشكال عن الجهات التعليمية مثل الجامعة التطبيقي وغيرها، لكن الحل الحقيقي أول شيء في التوسع في المباني الجامعات
مثل جامعة الشدادية المتأخرة للأسف لهذا التطبيق، التوسع في المحافظات وغيرها، كذلك إنشاء جامعات ومعاهد أخرى، معاهد تدريب المفروض نصر عليها، وحاجات اليوم الدولة لإحلال الكويتيين من خلال معاهد تدريب يجب نزيد منها. اليوم كذلك حاجة سوق العمل، يجب أن يكون هناك تناغم بين حاجة سوق العمل وبين أعداد الخريجين. حلول يعني كثيرة، لكن ليست النسبة هي الحل. النسبة جزء بسيط يرفع عن كاهل المؤسسات التعليمية الموجودة حاليا. نعم، تقدمت باقتراح برغبة بشأن اعتماد البريد الإلكتروني كوسيلة للتواصل وإنجاز المهام الحكومية. أين الحكومة الإلكترونية التي أعلن عنها منذ سنوات؟ احنا عندنا مشكلة في البلد، قوانين وكلام بدون تطبيق، حتى القوانين تخرج لكن لا تطبيق لها، هيئات تطلع وما تتطبق. نفس الشيء اليوم نتكلم عن التراسل الإلكتروني، كان في قرار مجلس الوزراء أن 1/1/2017 كل التراسل في الدولة إلكتروني، وين وصل هذا القرار؟ ما صار هالشيء؟ ما صار شيء، يعني صار في أجزاء وأجزاء كبيرة ما صار فيها. اليوم احنا عندنا مشكلات لما نكون في لجنة الميزانيات مثلا، عندنا مشكلات كبيرة في البعثات الخارجية، سواء وزارة الخارجية، سواء مثلا الصحة، سواء مثلا وزارة التربية والتعليم الخارجي، كل هؤلاء غير مرتبطين في شبكة إلكترونية الحقيقة تكون فعلا تراسل فيها كلها إلكتروني، وعندنا إشكالية يعني تواجهنا. بالنسبة للإيميل الموحد، هذا إيميل حكومي، يصير إيميل حكومي مع الرغم المدني. أنت تقدر تنشئ، بعض الناس يقول لا أنا ما أبي الناس تطلع على خصوصيتي، لا لا ما له علاقة، هذا إيميل حكومي، كل ما تريده منك الحكومة بكل جهاتها، وزارة العدل، محاكم، أي جهة تراسلها يراسلونك بإيميل، يراسلونك وتراسلهم من خلال هذا الإيميل. خلاص يصير الأونلاين على من خلال إيميلك المركزي، مثل ما هناك رقم مدني هناك إيميل مدني يصير لكل واحد في الدولة، وهو من خلال المراسلات ومن خلاله يصير المخاطبات، وهذا عنوانه. عنوان في قانون في دولة الإمارات، قانون اتحادي اعتمد الإيميل واعتمد العناوين الإلكترونية كعنوان وسيلة رسمية، اي وسيلة رسمية في القضاء، في القضاء، في ان استدلال على العنوان. اليوم اسهل شيء يعني انك تستدل من خلال الإيميل المركزي. خلاص يجب ان لا كم الموظفين والمندوبين والهذا اللي قاعد يصير، وبعدين يقولك ما وصل له عنوان معروف ولم يتم التعرف عليه، ما يصير. يعني لازم من خلال هذا التواصل الإلكتروني يكون هذا، إن شاء الله يعني نلقى صدى عند الحكومة وتبادر إلى فعلا. أنا كلمنا لما جو هيئة المعلومات المدنية في لجنة الميزانيات، كلمنا حول هذا الموضوع وكان عندهم فكرة، وقالوا ان اطلبوا مبالغ عاليه، لكن لما شفنا هذه المبالغ مثل 3 ملايين أو 4 ملايين، على ان يكون هناك يعني جهه مركزيه لكل فرد، لكل مواطن ولكل فرد على هذه الدوله، ويصير هناك ايميل يعني مركزي، انا اعتقد هذا يعني عدد، لو نبدا بالكويتيين على الاقل هذا راح يكون يعني جهد نوفر فيه. يعني شوف مخاطبات الطلبة، مخاطبات يعني الوزارة، الموظفين، مخاطبات يعني كل فرد، متقاعدين، كل واحد يكون عنده هذا الإيميل ويقدر يوصل له إيميل حكومي فقط للمخاطبات الرسمية. نعم، نائب الدكتور عادل دمخي، احنا وصلنا إلى ختام هذا اللقاء، إذا عندك كلمة أخيرة تفضل فيها. والله أنا شاكر لكم تسليط الضوء على اللجان، اللجان هي مطبخ المجلس، وفعلا يعني الحمد لله عز وجل اعتقد هذا المجلس نشط جدا في لجانه. شكرا. نعم، نائب الدكتور عادل الدمخي، شكرا جزيلا لك على إتاحة الفرصة والوقت لهذا اللقاء، فشكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة برنامج نبض اللجان لهذا الأسبوع، وإلى أن نلتقيكم في حلقات جديدة نستودعكم في أمان الله.